بين الجميز ومرمخايل أمتار مدرجة بالصدمة والألم، وجوه يعتريها الحزن، المقرون بالهم لأن المصير مجهول. الجميع هنا كجميع اللبنانيين بحاجة إلى علاج نفسي، إذ كيف لبلد أن يتحمل انفجارا أشبه بزلزال صب على نار البلاء السياسي والمالي والاقتصادي فضلا عن الوباء؟ كوارث متلاحقة تجعل من الطبيب النفسي يداوي الناس وهو عليل. الطبيب النفسي هو إنسان مثلنا مثل كل العالم، كمان بعتقد بيتأثر وبيصير عنده أحداث حياتية بتأثر عليه نفسيا مثل كل أي حدا. ممكن تروحي عند طبيب نفسي أو طبيب أنا رحت عند طبيب نفسي، ممكن يصير عندهم سمتم، هلا يمكن يكونوا هن واعيين أكثر للي عم بيصير معهم ويقدروا يعالجوا نفسهم مثل حد حكيم قلب وعارف إنه عنده مشكلة بياخد دواء للضغط مثلا. وليش لا؟ الحزن هو ذاته، إذا بدك بتبكي، أنا لهلأ يعني ما بقدر أتذكر ولا أقدر أمر بالمحل بدون ما أبكي. عندي قلق للمستقبل وأكيد عندي غضب من اللي صار، يعني ما بستوعب. وكمان بعتقد في ناس قطعت هونيك وكانت يمكن بالمنطقة ذاتها يمكن ما عم تقدر تنام بالليل باللي شافته. يعني الطبيب النفسي هو إنسان عادي. هول التفجير تغلب على كل الاستعدادات النفسية الاستباقية التي يتحصن فيها عادة الأطباء والمعالجون النفسيون. أنا كنت بعوكر وطلع الانفجار، وصراحة فكرته انفجار سيارة ملغومة على السفارة الأمريكية، لأنه أنا كنت حد السفارة. وبعدين بلشت ألفن لأولادي لأنه كان ممكن يكون حدا طالع شي محل، وصرت أولادي يقولوا لي هون، وجوزي قال لي ممكن يكون على الدورة لأنه هو كمان كان على الدورة، وكان مفروض أنا أقطع على بهالوقت على البور وجوزي يقطع بهالوقت على البور كمان، وبنتي كمان كان مفروض تقطع بهالوقت بس إجت بكير من محل كانت فيه. سو كلنا كنا بعتقد كان عندنا 50-50%، يعني 50% تشانس إنه نكون تعرضنا أو نصبنا أو شيء، بس الحمد لله ما حدا انصاب. رعبت يعني أكيد، وكتير خفت على أولادي أول شيء أول ما فكرت، وحسيت إنه جرفت يعني إنه أولادي تلفنت عم يبكوا مزعوجين. عنا ثاقبت إنه الهلبر موظفة عنا بالبيت كمان انجرحت من الأزاز وشوية تلبكوا. سو كنت بحالة نفس، كنت قلقة يعني صار عندي قلق وهيك ستريس، وجيت تغري على الطريق وصرت شوف على الطريق وصرت اسمع صوت لبنان عم بيعطي هدول هيدا، بس بعدني ما كنت مستوعبة قد ايه كبر القصة، لأنه على طول براسي انه هي انفجار صغير بشي محل، بس ما كنت مستنظرة شوف اللي شفته اللي هو أثر فيي بعدين اكيد كتير اكتر من اول ما صارت القصة. مش وقتها نروح نشوف قد ايه في ناس معهم امراض نفسيه، بس تقول لك لانه هذا كمان انا درسته فتره على ناس كمان بوقت الحرب، يعني بوقت الحرب بعز الازمه او بعز لما يكون هلا الناس عم تعمل عم تظبط بيوتها وتشتغل وبدها تعرف حالها كيف بدها تطلع، بعد العالم الاولويات منا شو عم تحس، اولوياتها هي الامور الحياتيه اللي بدها وين بدها تقعد وين بدها تنام كيف بدها تطلع مصرياتها اكسترا، بس وبعدهم تحت الصدمه باي ذا واي. هلا اكيد مش عم بيناموا عم بيبكوا. انا بعرف هلا فيني اعطيك هلا كمان اكزامبل اهم، انه الاشخاص اللي هلا عندهم ناس عم بيحاربوا تيعيشوا بالعنايه الفايقه اللي هن اكلوها ضربه على راسهم، اللي هي وحده منهم شخص انا بعرفه، يعني اهلها بعدهم ما عم بيناموا اكسترا، بس بعدهم تقعد معهم قادرين ياخذوا قرارات، قادرين يحكوا، قادرين يروحوا يجوا يروحوا على شغلهم. بس انا بقول لك انه بعد فتره من بعد ما تروق الامور العالم هالقد حطت افور للتحمل أكيد بده يتأثر. خلف إشارة المجهول يهرول اللبنانيون المتلقون لصدمات تلو أخرى، حتى يوشكوا أن يكون العلاج النفسي عاما ومرادفا للخبز اليومي.